بريم ليكس، لان الكاميرا موجب الاشاره ديال اف بريم ليكس كتبان 3 اكس زائد 2. دونك غندير هنا اكس 3 اكس زائد 2، ثم ندير اقل من الاشاره ديال 3 اكس زائد 2 غنستنتج الاشاره ديال اف بريم ليكس، ثم ندير اقل من الاشاره ديال اف بريم ليكس غنستنتج التغيرات ديال الداله ديالي، التغيرات ديال الداله. ولكن شنو كنكتب بعدا هنا؟ واش مولفين بلس لانفيني؟ حيت كنلاحظ بلي ان الكلام كيكتبوا ديما ديك مولفين بلس لانفيني. ما فهمتش واش حيت انت خدمتي تمرين فيه مولفين بلس لانفيني بغيتي التعداد تكون فيه؟ لا 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 لا، هادشي اللي كنكتبوه هنا هو داكشي اللي كيكون عندنا في مجموعات التعريف في الدومين دو ديفينيسيون. اشنو عندنا في الدومين دو ديفينيسيون؟ عندنا موان زان بلس لانفيني، هادشي اللي عندنا في الاصل. ثم كنشوفو فين كتنعدم هادي، كتنعدم في ناقص جوج على ثلاثة، ناقص جوج على ثلاثة. ها هي كات اف بريم ليكس كتساوي صفر امتى؟ الى كان اكس كيساوي ناقص جوج على ثلاثة. المشتقة غير معرفة على اليمين في ناقص واحد، كندير هنا خط، ولكن الدالة معرفة، الدالة ما عنديش فيها مشكل. ثم شنو غادي ندير؟ الإشارة هنا عندي حدودية من الدرجة الأولى، شنو كندير قبل من هذا الصفر هذا؟ عكس الإشارة اللي عندي، عندي ثلاثة، شنو غندير؟ موجب، غندير هنا بسالب وهنا موجب، وهنا كنقل غير نفس الإشارات كنقلهم، شنو غتعطيني؟ غتعطيني تناقصية، ثم غتعطيني تزايدية، وهنا راه عندي الصورة ديال ناقص واحد، الصورة ديال ناقص واحد هي صفر، ثم ناقص جوج على ثلاثة الصورة ديالها، إف موان دو سيغ تخوا إيكال موان 2 سيغ 3 سيغ 2 غاسين دو موان 2 سيغ 3 بلوس 1. شوفو شنو عطاتينا اختي، زاد 2 مع 2 غتبقى ليا ناقص 1 على 3، جد 3 في 1 3، 3 ناقص 2 دونك جد 1 على 3. دونك عطاتيني ناقص 1 على 3 جد 3 هي شحال؟ هي ناقص جذر 3 على 90، ناقص جذر 3 على 90 الا ما غلطت شي حاجه ثانيه على 90. فوالا، دونك هذا هو جدول التغيرات. فقط كتحس بالصوره ديال ناقص جذر 3 راه ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. دونك هذا هو جدول التغيرات ديال هذه الفونكسيون هذه ديال هذه الداله هذه. نمشيو دابا نشوفوا السؤال الموالي شنو غادي يكون في نظركم. هنا ما محتاجينش المعادلات، ممكن تكون يطلب منك انك تحدد لي معادله المماس، تحدد معادله المماس في نقطه معينه. شنو هي هذه النقطه؟ هذه ناخذ شي نقطه 3 مثلا، نديروا معادله المماس في 3، سي الله يسخر نديروا معادله المماس في 3. حنا راه غير كنكونوا اسئله وصافي، بانت لي الفونكسيون زوينه بغيت نكون اسئله من عندي، نديروا معادله المماس في 3 ليكواسيون كارتيزيان ديال الطونجونت، تاهي ندير لها مراجعه. السؤال قلنا هنا 1 2 3 4 5 لنحدد معادلة المماس لمنحنى الدالة F في النقطة ذات الأفصول X كتساوي 3. ديتيرمينون ليكواسيون كارتيزيان de ci de f au point d'abscisse x est égal 3. معادلة ديكارتية للمماس، المشتقة راه غنحتاجوها لي خوان ياك، حيت نحسبو بها اف بريم ديال 3، ردو البال المشتقة نحتاجوها، عقلو عليها 3 اكس زايد 2 على 4، سينو نخليها كاع، غنحسب بها داكشي اللي بغيتو ونحيدها. خصني نحسب بها خفيف نسال شنو هي معادلة المماس؟ لدينا شنو هي معادلة المماس؟ سلبي سلبي سلبي. فوالا، إكغيك كتساوي إف بريم ديال أ، شنو هو أ؟ هو 3 عامل إكس ناقص 3 زائد إف لي 3. هذه معادلة المماس، راه عندكم في الدفتر ديالكم، عندكم في الدرس. انا ما نحتاجش انني ندير مراجعه للدرس وما الى ذلك، التعاريف والخاصيات داكشي كله راه مكتوب عندكم. راه الهدف من هادشي اللي كنديرو دابا هو كيفاش توظفوا ديك المعرفه باش تجاوبوا على واحد السؤال.
اما ما كايناش نعاود ندير الخاصيه وندير التذكير وندير كذا. اف بريم ديال ا عامل اكس ناقص ا زائد اف ليها اف بريم ديال 3. باش نحسبها باف بريم راه فيها اف بريم غنحسبها بهذه. اف بريم 3 كتساوي 3 في 3 زائد 2 على 4 جذر 3 زائد 1 غتعطينا 3 في 3 9 زائد 2 11 على 4 3 زائد 1 4 جذر 4 2 في 2 يعني 11 على 8. نمشيو نحسبوه في 3 هي 3 على 2 جذر 3 زائد 1 3 زائد 1 4 جذر 4 هي 2 يعني 3 على 2 في 2 اختزال غتبقى لي 3. دونك يجري قد تيغال غنعوض في برين 3 ب 11 على 8 11 سيغ 8 فاكتور اكس موان 3 بلوس اف 3 اللي هي 3 غتعطينا 11 على 8 اكس ناقص 33 على 8 زائد 3 غتعطيني 11 على 8 اكس 8 دونك غتعطيني ناقص 8 في 3 24 ناقص 33 ناقص 33 زائد 24 ناقص 33 زائد 24 ياك دونك غتعطينا ناقص 9 على ما اعتقد. ديما كتقول لي ديما كتقول لك على ما اعتقد ديما الدماغ ديالي ما بعض المرات كتخوني الذاكرة. 8 في 3 كيخوني داك الكالكيل المونطال. 8 في 3 24 24 ناقص 33 ناقص 9 على 8 الله يسخر. دونك هادي هي ليكواسيون د الطونجونت 11 سيغ 8 اكس موان 9 سيغ 8. كاين اللي غيقول لي ايه هي هادي وكيفاش غادي نمثلوها. التمثيل راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه الله يرضي عليكم. ما تعطيوش داك ديك لا فالور ديك القيمه للتمثيل ولا شي حاجه. التمثيل راه فنيات ماشي انك خاص تكون رسام فنان تشكيلي باش دير التمثيل ديال الداله او تكون مهندس باش تعرف دير التمثيل ديال الداله. لا لا خاصك تخدم التمارين بزاف. نتوما اش كديروا كتخدم كلشي كتوصل داك التمثيل كدير بوز كتخدم كلشي كتوصل التمثيل كدير بوز وانت غادي تتعلم راه خاصك تغلط في الاول والثاني والثالث والرابع حتى انك تضبط التمثيل وتعرف الطريقه باش كنديروا التمثيل. هاد لا فونكسيون راه من هنا بانت لي انا بعدا من هنا غنوريكم الشكل كي غيكون. ها هي من هنا ماشي شي حاجه اللي صعيبه. باديه من صفر ديجا عندنا طونجونت هبطت حتى لواحد المماس وطلع صح. هتقول لي كي درتي ليها حاجه عاديه. ها هي ها هي باينه هابطه ثم غتكون طالعه. طالعه فين؟ عندنا برونش بارابوليك عندنا فرع شي جميع في اتجاه محور الرتيب. هذا هو محور الرتيب غتكون بحال هكا وغيكون عندنا واحد المماس هنا. هاد المماس اللي حسبناه دابا غيكون عندنا هنا الدور ديال المماس بحال كيكالي لنا داك الشكل كيقيس داك المماس وغطلع. هذا هو الشكل ديالنا. هادي هي السود اف على ما اعتقد راه السود اف رسمتها غير بهذا الشيء هذا دونك ما نحتاج لا نقطة انعطاف لا حتى حاجة اصلا ما عندناش غير التقعر. ممكن يطلب منك انك تحدد التقعر بالمشتقة الثانية. نشوف مرسوم المنحنى ديال هاد الدالة يعني. نشوف المعطيات ومرسوم المنحنى ناخدو المنحنى ديال هاد الدالة. المهم المعادلة غادي نخليها لتحت غادي نحتاج هاد المعادلة هادي كليك كتساوي المعطيات اللي عندنا. عندنا مماس ها هو هذا مماس ثم من جدول التغيرات راه لاحظ معايا دوك المطاريف لي زيكستخيمو ديال لا فونكسيون ديالي القيمة القصوى والقيمة الدنيا راه فيهم مماسات. عندي واحد المماس شوف ديما كنساو واش داير النظر. شوف شوف كيفاش كنحدد كيفاش كنرسمو السي دو اف بلا ما نكذب عليك. شو غادي يقول لك راه كاينه شي وصفه؟ لا الوصفه هي انك تخدم التمارين. ديجا قلنا ناقص واحد على اليمين شنو عندنا السي دو اف شنو كيقبل في ناقص واحد على اليمين؟ مماس نصف مماس عمودي موجه نحو الاسفل ها هو يعني من انطلاقا من جدول التغيرات. دابا يعني ان الداله غتهبط عندي هنا مماس وفوقي شكون قالها ليا؟ حيت عندي نقطة انعطاف ماشي نقطة انعطاف عندي مطراف قيمة دنيا غادي يقيسو وفين غادي؟ غيمشي لهنا لهنا عندي واحد المماس ديجا مماس فواحد النقطة ثم غيمشي
فرش الجميع في اتجاه محور العربية. او موان كتكون عندي على الاقل كتكون عندي واحد النظره للمنحنى باش ما نبقاش نرسم ليه طالع هنا وهابط هنا وطالع، لا لا، عندي واحد التصور، عندي واحد التصور حتى الا غلطت فيه. المهم على الاقل تعلمت انني نشوف جدول التغيرات ونتوقع السيدير كي غادي يكون. دونك المسطره ديالنا فوالا، دونك المسطره مرسمو هنا خدامين غير في ناقص واحد بلس لانفين، يعني نرسم المنحنى غير لهاد الجي. كيقول هاد الدالة خفيفة ظريفة، المهم فيها شي حوايج زوينين. ناخدو بلا ما ناخد تدريجات بالمسطرة، عيني ميزاني، ولكن انت في الفرض خد تدريجات بالمسطرة. تبعني انا، تبعتيني انا تسطا. دونك او اي جي، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. دونك ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة، ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة، واخا تجي ما نحتاجوش، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، وجه المعلم توجد المعلم كيكون هنا. دونك شنو غادي ندير دابا؟ جرد المعطيات، جرد المعطيات. الفروع اللانهائية شنو فيهم؟ الفروع اللانهائية فرع شال الجميع في اتجاه محور الاراتيب برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زوردوني فين فوازيناج دو بلوس لانفيني. ايوا صافي، ما عندناش شي حاجه اخرى، هذا اللي عندنا، الله يجعل البركه. المماسات عندنا مماس او نصف مماس عمودي فين في النقطه على يمين، نصف مماس عمودي على يمين النقطة ا ذات الإحداثيات ا ناقص واحد صفر موجهة نحو الأسفل. ثم عندي مماس أفقي، هذا المماس الأفقي منين شفتو؟ من جدول التغيرات. مماس أفقي فين؟ في النقطة ذات الإحداثيات بمثلا ناقص جوج على ثلاثة. ها هما الإحداثيات، هذا وهذا والصورة ديالو، ناقص جوج على ثلاثة، ناقص جوج على ثلاثة على تسعود. ثم عندي مماس، نمشيو نمثلو، نمشي للنقطة أين أنت أين أنت أين أنت، ناقص واحد صفر، ناقص واحد صفر هي هادي، ناقص واحد صفر شنو فيها؟ في هاد النقطة هادي فيها نصف مماس، ها هو الأعلى ولا الأسفل؟ لا الأسفل، موجه نحو الأسفل، نصف مماس كندير نصف صامل هكا. ثم هذا سالينا هذا، فين هو؟ نصف مماس. ثم مماس أفقي في النقطة ناقص جوج على ثلاثة، ناقص جوج على ثلاثة هي ناقص صفر فاصلة شي حاجة هنا، وناقص جوج على ثلاثة على تسعود تكون ناقص صفر شي بلاصة هنا صغير، هادشي هنا شي بلاصة هنا. نتمنى انها تكون كتبان لكم. غيكون عندي مماس بهاد الطريقة هادي، مماس بهاد الطريقة. غندير ليها واحد اللعيبة، ندير ليها زوم. هادي هي هذا هو المحور ديال المعلم، المحاور هذه هي ناقص واحد ياك، هذه هي ناقص واحد وحده اخرى. دونك بحال غيكون هكا، غيكون الشكل هكا، هذه لي زوم. ثم في هذه النقطه هذه كاين هذه مماس افقي، الداله ديالي راه غتهبط حتى لهاد المماس وغتعاود طلع، غتهبط وغتعاود طلع. وما تنساوش ان الصوره ديال صفر هي صفر، ما تنساوش، الله يرضي عليكم، ان الصوره ديال صفر بهذه الداله هي صفر، احسبها الصوره دي، يعني انه غادي يدوز من اصل المعلم، غيكون بحال هكا، غتجي تناقصيه غيقيس هذا المماس وغيدوز من صفر من اصل المعلم وغيطلع. دونك غتكون هكا، ثم فرش الجميع في اتجاه محور الاراضي. واش التمرين، واش الجواب ديالي صحيح؟ الله اعلم. غنمشي نحط المعادله، هاد المماس هذا غادي نمشي نرسمو. علاش؟ اشنو هو الدور ديال هاد المماس؟ باش نتفادى الاخطاء اللي كيكونوا عندي. بما ان هذا صحيح وهذا صحيح وهذا صحيح، ورغم ان هذا ما ديرش من اصل المعلم وهذا صحيح، ولكن شكون فيهم اللي اكثر دقه؟ اللي اكثر دقه هو هذاك اللي كيقيس المماس. دونك هنا ضروري خصنا نرسم هاد المماس.
غير هنا باش ما نضيعوش الوقت. طريقه باش كنشوف المماس، طريقه باش كنشوف المماس، هنا كنعوض جوج النقاط، كندير اكس و ايكغيك، كندير اكس و ايكغيك وكنعطي جوج القيم. مثلا غادي نعطيو الاكس واحد، شنو غتعطيني؟ 11 في 1، 11 على 8 ناقص 9 على 8 شحال؟ هي 2 على 8، دونك 1 على 4. ونعطيها مثلا 2، او نعطيها ناقص 1 او 0، غتعطيني ناقص 9 على 8. ونقلب على هاد النقط هادو، 1 1 على 4 ها هي، ثم 0 ناقص 9 على 8، 0 ناقص 9 على 8 هي ناقص 1 فاصلة شي حاجة. دونك هذا هو المماس، ولكن المماس ماشي في هذه النقطة هذه، ماشي هنا، لا أنا بغيت المماس عند 3، عند 3، يعني أنا فقط غير غادي نمددو حتى نوصل لهذه النقطة هذه، المماس هنا، يعني هذا الشكل اللي درت خاطي إلا اعتمدت على، إلا اعتمدت على الرسم العادي. دونك هنا غيكون الشكل ديالي بهذه الطريقة، نمسح، بقينا دونك غتكون لاكوغ ديالي بهذه الطريقة هادو، دونك عندي مماس، ثم عندي الشكل غادي جاي هكا وطالع، جاي وطالع. دونك نتمنى أنكم تكونوا فاهمين هادشي هادا وضبطينو مزيان، وفي الجزء الثاني ما عرفت شحال، المهم شوف دابا نطل، دونك وصلنا دابا لخمسين دقيقة. باقي لنا واحد السؤال مهم، واحد السؤال مهم ديال الوضع النسبي ديال السداف مع المستقيم ديال المعادله اللي كتساوي اكس، ثم باقي لنا الجزء الاهم واللي جديد في هذه الداله هذه، هو المتتاليه المرتبطه بداله. دونك هاد جوج الحوايج، يعني الوضع النسبي ديال السداف مع المستقيم ديال المعادله اللي كتساوي اكس، غادي نزيد هذا السؤال هذا رغم انني كنت نزيدو نسيتو، ثم غادي ندير المتتاليه المرتبطه بداله في الجزء الثاني من هذا الفيديو هذا ان شاء الله تعالى. الى لقاء اخر، شكرا لكم.